كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. فبسم الله الرحمن الرحيم. فكان طبيعة الحال فكنظن بأن أول شيء أنا جد مسرور بالعودة ديالي اللاعب في الملعب الكبير لطنجة اللي قضيت معاه موسم فيه موسم رائع ورفقة السي أمين بن هاشم كمساعد حقنا الصعود. كذلك مواجهة زميلي وأخي هشام الدميعي اللي كنت مساعد ديالو السنة الماضية فريق أولمبيك أسفي وبقات العلاقة جد وطيدة. اليوم مواجهة ضد فريق اتحاد طنجة. فريق اتحاد طنجة كنعرفوا المسار ديالو لحد الساعة فما ما ما كيكونش بنفس القيمة ديال التاريخ ديالو ديال المدينة ديال اللاعبين ديالو. حتى هما تيبذلوا مجهود باش يخرجوا من هاد المرتبة هذه اللي ما كتشرفهمش. نحن كذلك تقريبا ضروري خصنا نقاط باش نحسنوا الترتيب ديالنا في سلم الترتيب. مباراة غتكون صعبة. الفريقين محتاجين ثلاث نقاط. يعني مباراة ما غتكون سهلة للطرفين. كان اعتقد بأن المباراة غيكون عندها الجانب النفسي أكثر وغتحسن بجزئيات. احنا استعدينا المباراة عارفين مباراة مهمة. تقريبا جميع العناصر كاينين الا اللاعب كنظن كوفي اللي مصاب. كذلك اللاعب معاوي اللي صابنا مؤخرا ما غاديش يكون حاضر في المباراه. ولكن اللاعبين جاهزين باش غادي يحاولوا نكسبوا نتيجه ايجابيه اللي تخلينا نكملوا مشوار البطوله في واحد الوضعيه اللي كتليق بالنادي ديالنا وبالجمهور ديالنا ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.